الخطاب لأبوها رسول الله، لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، شو تقول له؟ تقول له: أبويا أبويا قمت للباب لكن ما علي حجاب. ما أدري يتحمل رسول الله يا ولا. أبويا قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجيس من الذل خلف الباب. أقولها يا ولا، تقول عصرني عصرني كسر ضلوعي وصدر نعاب، سقط مني جنيني وأيست منه. الشكوى الثانية أشد على قلبك، ها شو تقول له؟ تقول له: أبويا أبويا أمر على عبده وضرب، والله أمر على عبده. خلني أسمعها منك حتى أتشجع. أمر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني. أبويا لانكسر قلبه ولا رحمني، ومن الناس ما واحد حشمني. بعد هاي الشكوى الثالثة شو تقول له؟ تقول له: أبويا من متت يا زين المعاني، ابن حنت مل البيت جاني، سوى سطرني سطرني على عيني وعيني. بويا من متيت والنعش شايله جابه وحطب والبيت حرقاه. بويا وبعلي علي بالحبل قاده، يا بويا وبعلي علي بالحبل قاده. يمكن انت ما تتذوقها.